مرحبا. اليوم عندي ضيفة مميزة سيرين فودي. تسلميلي. اهلا وسهلا فيك. الله يخليكي. فاليوم هي عندها فضول تتعلم طبخة فلسطينية جديدة إلها اللي هي الرز الدبلة. يعني انا كثير بسمع طبعا اكلات فلسطينية مشهورة كثير منها، طبعا كلياتنا بنعرف المسخن، بس فعلا اليوم الاكلة تغيير شكل ومميزة، وانا كثير عندي فضول اعرف شو هالاكلة، شكلها كثير طيبة من المكونات. طيب هلا هي الناس تعملها بطرق مختلفة، بس نحن رح نعملها بالطريقة اللي يعني ماما بتعملنا اياها يعني اطيب شيء اكل الامهات. ومكوناتها كثير بسيطه، وعلى فكره هي وصفه جدا سريعه يعني ما بتاخذ وقت. حلو. وانا عشان اختصرا للوقت بس سلقت اللحمه ومطبوخه تماما واخذت المرقه تبعتها عشان رح نطبخ فيها الرز. هاي اللحمه شو لازم تكون نوع معين؟ اي شيء، عجل او اي شيء، بس انا اخترتها بدون عظم. ايوه، بس تحطوا مع تختاروا القطع اللحمه مع عظم، بس شكلها هيك قطع حجمها منيح لازم تكون، صح؟ عشان تعطي هيك زكاوه للاكل. اوكي، وعندنا هون كمان بدنا نضيف لها اللي هي التومه بقشرها، بس قالينها شوي بشوي زيت. توم بقشره؟ اول مره بسمع توم بقشره بالطبخ. لا هاي تسمعيها عندنا. واو، تغيير شكل هاي الشغله. انا اول مره. وبنضيف عليها كمان مكون اساسي عندنا اللي هو الحمص. اوكي. وهلا رح نبلش طبيخ. يلا يلا. بسم الله. بسم الله. هلا انا صرت جاهزه، شو لازم اعمل اول شيء؟ قولي لي. هاتي لنشوف. بدنا نقلي شويه البصل مع زيت لغايه ما يتبل. زيت زيتون؟ ايوه زيت زيتون، لان نحن عم نشتغل على وصفه فلسطينيه. يعني احلى شيء القنينه بتعقد. لفتت نظري كثير حلوه. اوكي، قولي لي ايمت وقف؟ اكثر اكثر. اوه، كتري قد ما بدك. خلص بكفي. بسم الله. وهي الزيت بصل. رح نقليه لغاية ما يدبل وهيك يصير تاسوس زي ما بقولوا انه شفاف. بدون ما يتحمر معناها؟ بدون. انتصار، خبريني هلا هي الطبخة عادة انتوا بتعملوها للعزايم ولا لأهل البيت؟ يعني هلا نحن عندنا بسوريا مثلا على سبيل المثال في اكلات معينه مخصصه للعزايم، يعني مثلا الكباب او اليبرق او المحاشي بتكون للعزايم، وعاده مثلا رز البازيلا او مثلا مجدره ما بنقدمه للضيوف، فانتوا هالطبخه لشو بالضبط؟ صراحة هي اكثرها لانه بتيجي انه كميه كبيره ودائما نعملها بالعزايم. بس احيانا طبعا نحن مشتريها فبنخلي ماما تعمل لنا اياها للبيت. معناتها هي طريقه تقديمها على المنسف يعني هيك؟ زي طبق كبير او شيء. هلا نحن زي ما قلت لك نحن قلينا اوريدي التوم القشره. التوم القشره قليناه بشويه زيت كمان، وهلا رح نضيفه. هلا هذا التوم وقت الاكل ما بيعذب يعني عادي؟ لا، بصير كثير طري وبيعطي عن جد طعمه كثير زاكي للاكل. اول مره اليوم حجر بهالطريقه. رح نضيف الحمص. والحمص هو بيكون يعني مسلوق وجاهز، بس بنضيفه مع الطبخه. وهلا رح نضيف اللحمه زي ما قلت لك اوريدي انا كنت سلقتها بطنجره الضغط. رح نضيفها وهي بتكون يعني خلص مستويه ومهريه هاي. تمام. فبنضيفها وفوقها رح نضيف البهارات. طيب هاي البهارات هاتي لنشوف شو هي هاي البهارات. هاي البهارات ملح وفلفل قرفة وهيل وسبع البهارات. يا سلام، اطيب البهارات في الدنيا. نكتب لهم اياها تحت البوست. يلا نضيف. بسم الله. اهم بهار اللي هو الكركم. الكركم يعني هاي الوصفه بتتميز برزها الاصفر. ريحته طالعه حلوه كثير. وحنضيف يعني كميه وفيره. يعني شكلها بالضبط. وهلا رح نضيف الرز. انا استخدمت الرز يعني بس بحبته قصيره وبس غسلته لغايه ما صار نظيف وبس. هاي مرقه اللحمه اللي اوريدي سلقت فيها اللحمه بس حطيناها وهلا بنضيف فيها مطيبات بهارات كل المطيبات. فيها طبعا سلقت اللحمه انا ببصل وحطيت ثوم وقرفه عود قرفه وهيل حار وفلفل اسود يعني دائره وملح. هالاشياء بتعطي طعم كثير طيبه. هلا العيار قد ايه معناته؟ ما له معيار معين. على فوق كميه الرز بشوي بس لهيك يا دوب ينغمر. ايوه يعني يا دوب اصبعه كانه فوق الرز يعني يا دوب. صح، شوفي هذا اللون الاصفر اللي عم ندور عليه عم بحل اللون. الريحه يا جماعه الريحه كثير كثير بتشهي طبعا. شوي مي زياده بس بدنا اياها تنغلي. يلا اوكي، بس هيك صارت مغموره كلها على بعضها، بس رح نحركها على الخفيف تحريكه بسيطه كله مع بعض. صار
حبيت كتير بهالطبخة إنه كلها تطبيق تطبيق وسهلة. يعني أنا بتخيل نص ساعة يمكن إذا اللحمة مسلوقة بالزبط. والأشياء مجهزة نص ساعة بتكون جاهزة لتفوت الفرن. تعرف في حلوة كتير للأمهات اللي بيشتغلوا أو اللي عندها عزومة، هي أحلى شغلة، تسلق اللحمة وتخلي المرأة بالثلاجة وبعدين يعني وقت العزومة تطبقها وخلص، وبتنحط على فكرة بالفرن. هلا بس رح أخليها تغلي على الخفيف، بس هيك يعني هي قربت عم تغلي شوي، خليها تغلي، سكر عليها وبالفرن. أيوه بس نسكر عليها بالألمنيوم فويل عشان البخار تبعها يتحبس ويستوي معنا اللوز، ونسكر عليها. تمام تمام. هلا بس غليت شوي غلوة هيك من فوق، رح نسكر عليها بالألمنيوم فويل وبعدين بالغطا ونحطها على الفرن. اوكي هلا هيك بنضمن انه كل البخار بحتبس بالطنجره وبنطبخ هيك على مهله بالفرن. بالضبط. رح نسكرها هلا بالفرن. يلا باي باي. باي باي. اوكي هلا اخذت تقريبا بالفرن 20 دقيقه يعني. يعني شفتي ما طولت ابدا. لا والله ابدا، قرقرنا شوي وحكينا واخذنا الحديث ولقيناها انطبخت. ريحة يا جماعة، ريحة غرام. بس قبل ما نقلبها على السريع أنا بدي أسألك، هلأ هي اسمها رز القدرة لأنه بتنطبخ بقدر يعني؟ بتنطبخ بالقدر، وكمان في ناس بتطبخها على الفخار هي أصلها. فيني أتخيلها والله بالفخارة هي معمولة أكيد. كمان على فكرة بتعطي طعم زاكي كمان. فكرة اللي حابب يجربها بهالطريقة فكرة حلوة. بس احنا عملناها هلأ هيك عشان اللي ما عنده يعني صح. يعني مزبوط. لسه بيقدر يعني مزبوط. خلاص يلا على القلب. بسم الله. يلا هلأ قلبناها بس لا ينفعها. نشوف. يلا بسم الله. اول الحركات بدنا الله. ايوه بالضبط. دا 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 دا. واو يا عيني. لازم تتفرفد يعني. تتفرفد عشان بس شكلا احلى. وهلا بنزينها. في ناس بحطوا مثلا صنوبر بس انا بحب اللوز اكثر من الصنوبر اجمالا. وطبعا هم ما بزينوها ببقدونس بس عشان التصوير والالوان بحب هالشيء. نحن الا ما ندخل هيك لمستنا خاصه بدنا نصور عشان التصوير يطلع حلو. حلو. شو رايك؟ يا سلام كثير حلو. خلاص بيت شهي. يسلم هالايدين. وايديك يا هلا. والله كثير كثير شكلها شهيه فعلا. زاكيه مثل ما انت بتقولي فيديوهاتك. هو دائما الناس بيقولوا لي انت اكثر شيء بشوفها زاكيه. مرحبا زاكيه. فعن جد ان شاء الله رح تكون زاكيه. خلصنا. بتشاهي يسلم هالايدين. بدي اتصور معه. ايوه هلا بتصور. شوفوا يا جماعه هالشوفه ما احلاها. بتشاهي يسلم هالايدين. بتطير على الحجربه مع اولادي ومع زوجي بس ارجعهم لندن ان شاء الله. اكيد يسلم هالايدين. انبسطت كثير بهالفيديو. وانا كمان انبسطت فيكي وشكرا واهلا وسهلا فيكي. خلي لي قلبك مندوق هلا. ايه مو تنسي يعني. لا والله غلطت. لحقينا بالمعارف. على فكره في ناس بيقدموها مع لبن، لبن ني وبياكلوها كمان. يلا جيبي. ما تحكي لي الحكاية، جيبي لي لأشوف. يلا لندوق. اللحظة الحاسمة. اللحظة الحاسمة. بحط لك شوية رز مع اللوز. واو الريحة بتشهي. طب شوفي قولي لي رأيك الصريح. بسم الله. بس قولي إنها زاكية. يا رأيك عم حدوق. كيف طعمها؟ ثلاث مرات زاكية. زاكية زاكية زاكية. شفتوا جربوها؟ قوليهم قوليهم جربوها. طعم الكركم كتير ظاهر وكتير غريب بالنسبة لي بس كتير طيب. الثوم البصل هالنكهات هاي مع الرز يعني نكهات بسيطة بس كتير طيبة مع بعض. كتير 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 طيبة. لا لا بدي ادوي ماما عشان تقولي انه انا صرت منافسة. واو حبيتها. وفيني وين اللبن؟ هي وين اللبن؟ هاي جبت لك اللبن عشان حطي لقلك معلقة لبن عشان اكمل. حطي معلقة لبن. يلا صحتين. هما في ناس بحبوا ياكلوها وفي ناس لا عشان يعني هلا انا بيخطر لي الاولاد بحبوا هيك اكل كثير. لانها هيك بتشبع لحمه ورز بسمة. ولبن ويعني سهل اكلها بالنسبه للاولاد وعن جد النكهات كثير طيبه. شو اسكم على لبن؟ بدها لبن. اي خلص يا جماعه حطوا لبن معها وصحتين وعافيه. زاكيه زاكيه زاكيه. اوكي.